إذن مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في اون ديريكت، من جديد ترحب بكم هنا بمدينة فاس، حالة أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما كتشاهدوا الطفل عمره 7 سنوات، لا حول ولا قوة إلا بالله، طرد كلو مصران في الكرش ديالو، وكان مسكين كيتقي الدم. واحد الفيديو شفناه لا حول ولا بشاعة الفيديو، راه حنا ما حاولناش نبينوه، ولكن نعتذروا باش يشوف الإخوان. هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، الفيديو ديال السيد هذا، الطفل هذا هو قبلتنا، عمره 7 سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس وقفت معاه ودار العملية، والحمد لله نجحت له ديك العملية ديال المصران، ولكن لسوء الحظ اكتشف أن السيد، أن الطفل لا حول ولا قوة إلا أنه مريض بالمرض الكلي، وكيدير الدياليز. ودابا كما كتقول الام على اللسان ديالنا ان الكلاوي ديالو راه نشفوا ومحتاج لعمليه مستعجله. غادي نخليو التفاصيل ديال هذا الشيء والقصه ديالو تحكيها لنا الام ديالو. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام. اختي عاودي لنا، شنو المشكل عند ولدك دابا؟ خويا هاد الوليد طبقت له المره الاولى، طبقت له المصران ودرت له العمليه الاولى، وبقيت كنتبع عاوتاني، قالوا لي عنده كيوسه، وبقيت عاوتاني كنتبع معاه في الكيوسه. واحد النهار باغلي الدم، ملي شفت الفيديو هو هذاك باغلي الدم، جات واحد الناس عاودوا العمليه وتشافى لي شويه، تشافى عاوتاني تكاشف الوليد ديالي، خصو يدير الدياليز كلاوي ديالو نشفولو، وما عنديش بحالتي كاع باش ندير لولدي داك الشيء هذا، الامكانيات ما عنديش، ما عندي لا باش نطلعو لا للطبيب ولا والو، كنت نطلعو على رجلي ونهود على رجلي، كنديرو ظهري ونهود على رجلي، كيستعمل لي ليكوش كلشي، الحالة ديالي تما كتشوفو الحالة ديالي. لا حول ولا قوة الا بالله. كتشوفوا حتى البيت اللي ساكنه فيها، انتما كتشوفوا الحاله ديالي الله يرحم لكم الوالدين. فوقاش بدا هذا المرض هذا؟ فوقاش؟ بدا في شهر 6. اه؟ بدا في شهر 6 تسيطر تقولوا المصران، وبقيت كيتقيا لي غير الصفوريه، طلعته للطبيب بقى كيردوه لي، هي تنفخ لي بزاف، وعاد داروا له العمليه في رمضان، داروا له العمليه، وبقيت كنتبع معاهم، تبع دارت عنده الكيوسه، من الكيوسه عاوتاني عطوني داروا طلبوا لي واحد التحليله ب 4000 ريال بنديرها له على برا وندير له عمليه، ما لقيتش باش ندير له ديك التحليله. صافي فاش تقيا لي الدم لحتو شافوه الناس، جاو شي ناس عندي صابوا له العمليه، دابا تشافى لي شويه، يا عاوتاني تبعنا ما لقيت عنده الكلاوي ديالو نشفوا له، خصو يدير الدياليز. ما عنديش باش ندير له الدياليز انايا لاباري، ما عنديش، طلبوا لي لاباري الرجل قال لي انت تشري التيواد ما عندك، انا ما عنديش باش نشري التيواد، طلبوا لي لاباري خلاو لي داكشي هذا كامل، ما دارولناش لولدي العمليه الدياليز، وبقاو كيعطوني الشبكه ديال الراس العماجي وشي تحليلات، قالوا لي خصك دير له الترويض، وانا ما عنديش لا باش نطلعو ونهود لا ندير له لا ترويض في الغسالين وفي المركب على جوج جهات، ما عنديش باش ندير هذا الشيء هذا كامل. دابا مسكين مازال صغير هكا وكيقاسي، شنو المعاناه اللي كيعاني اختي؟ كيعاني مسكين بزاف د الحوايج، جميع المرض مسكين فيه كيعاني بهم، هو باقي صغير، هو دري باقي صغير وكيعاني مسكين، وما كيهدرش، كيبقى يتقطع غير بالحراك مسكين، وما كيهدر ما والو، ما كيهدر ما حتى شي حاجه، لا ما كيهدر ما والو، لا حول ولا قوه الا بالله. كياكل شنو؟ واش كياكل ما كياكلش؟ واش مسوح على الشهيه؟ كياكل مره كياكل مره كتقطع له الشهيه، انا كنوكل وانا كنبدل له وانا كندير له اي حاجه غير انايا، ما كيدير حتى شي حاجه بيدو هكا، ولا خرج لي الزنقه يمشي لي، ما يعرفش فين يمشي ولا يجي، ما كيعرفش مسكين فين يجي، لا ما يعرف لا يمشي ولا يجي. لا حول ولا قوه. كي عايشه انت معاه؟ عايشه معذبه معاه، كنطلب المحسنين اللي يشوف الفيديو يعاونني فيه، الله يرحم لكم الوالدين. بحالاش معذبه معاه؟ معذبه معاه بزاف د الحوايج، كنمشي ندير نخرج غير نتسخر هكا، ما كنسيبش كيفاش ندير، الا خليته هو وخليته كيطيح لي شي حاجه، ولا المهم كنخاف يطيح عليه شي حاجه، ولا يجرح راسو، ولا يطيح لي شي حاجه، كنخاف عليه بزاف، وكيستعمل لي الدواء الكريز، ماشي ما كيقدرش يوقف على رجلي، لو وقف غير شويه كيطيح هكا على وجهه. كيبقى يطيح لي بزاف على راسو، ما كيقدرش يوقف. عاودي لنا، قلتي لنا بانك طلعتيه في المركب على ظهرك، من هنا لات المركب على ظهرك على رجليك؟ طلعته المركب على رجلي، هو على ظهري، طلعته يومين شي 3 ايام، وانا كنطلع وكنرجع كيردوني، ما عندي حتى ما عنديش فلوس كاع باش نطلع ولدي، باش نطلع ولدي. ما كتلقاش فلوس الطاكسي باش تطلعي؟ ما كنلقاش حتى فلوس الطاكسي، ما كنلقاش، بعض المرات ما كنلقاش حتى باش نوكلهم، ما كنلقاش باش نوكلهم ولا نجيبو ليكوش ولا، المهم الحاله ديالي لا يرثى لها. انت عايشه في هذا البيت هذا؟ عايشه غير في هذا البيت، انتم كتشوفوا هذا بيت ب 7000 ريال، ولات الدار كتسني 10 شهور ديك الكره كتسني. لا حول ولا قوه الا بالله. ما كنخلصها كنبقى تقطع عليا الماء ولا الضو، المهم واحد العيشه ديالي لهنا يعطيها لشي واحد. لا حول ولا قوه الا بالله. ملي طلعتي الطبيب شنو قالوا لك؟
كيقولوا لي غير كيبقاو يعطوني غير في الرانديفوات دابا عطيني الشبكه دراس حتى العماجي. على الشبكه دراس ما خلاو داكشي كامل الكلاوي تبعوا لي الشبكه دراس حتى العماجي عاد شوف الشباب يشوفوا لي الشبكه دراس ما عرفتش علاش كيرميوني من هنا لهنا من هنا لهنا ما عرفتش. هو ما تيهضر ما والو؟ لا ما كيهضر ما والو عيط لي غير ماما لا لا حبيبي صافي هادشي اللي كيعيط معاك عيطش ما هضرش بزاف. ما كيهضرش كاع معاه؟ لا ما كيهضرش. سبع سنين ومازال ما كيهضر مسكين ما تيقول حتى حاجة. بابا عيط لي غير ماما. مسكين الله يشافيه مسكين. وكيلعب بحال الدراري الصغار ولا ما كيلعبش بحال الدراري كيلعب ما كيلعبش بحال كيلعب معصب وكياكل معصب المهم ما كيلعبش بحال الدراري بحال الدراري الناس. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانت عندك هاد الوليد ولا عندك شي؟ لا عندي البنيته كبيرة عندي البنيته عندها 11 سنة حتى هي ما كتهضر ما والو ما كتهضر ما كتمشي ما والو حتى هي مسكينة كلشي كنديرو لها غير حنايا ما إلا حطيتهم جوج بيهم كيبقاو دابزولي دابا عاد طلعت الوالدة ديالي هاد اليومين ما سيتش باش مع من نخليهم باش يطلقوها للطبيب ما سيتش مع من نخليهم ولا خليتها في الدار كنخاف عليها بزاف شحال تمشي للدور ولا تمشي دير شي حاجه ولا ما كتعرف حتى هي حتى شي حاجه بحالها بحال خوها ما كتهضر ما كتكلم وحتى هي اللي كوش كنوكلها غير كنوكلوها حنايا صافي. كنتي مجوجه قبل من هذا؟ مجوجه با مسامح فيهم. علاش سمح فيهم؟ سمح لي فيهم سمح لي فيهم ما بقاش يقابلهم ما بغى يعطينا منى لا نفقه واخا كندا كندفع الدعوه ما كيبغيش يعطيهم كيقول لي ما عاطيهمش ما عنديش ما عنديش باش نعطيك المنى والنفقه صافي كان هذيك غير انا مع وليداتي. هو وليداتو سمح فيهم؟ وليداتو سمح لي فيهم هكا يوم كنلقى لا نمشي لا نخدم لا والو انت عارف الدراري اللي كيكونوا مرضى خصك تخديهم كيف دير تمشي تخدم ولا شي حاجه. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا مشاهدينا وتتبعنا على الصفحة الرسمية شوف تي في اون ديريكت كما شاهدتي معنا هذه القصة ديال هذه الام هذه مع الطفل ديالها كما قالت على اللسان ديالها راه الاب ملي ساق الخبر ان هادو بجوج بداو مرضوا هرب خلاه هي سمح فيهم ما بقى كيديها فيهم سمح فيهم وهي بقات عايشة هنايا مع هاد وليدات هادو ما عندها لا حنين لا رحيم ما كاينش اللي كيعاونها كما كتشوف هاد الطفل عمرو سبع سنوات كان مريض مسكين بطرطقلو مرصران في كرشو بعد وقفوت معاه شي محسنين الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم وقفوا معاه وداروا له العمليه وتشافى من ديك المرض اللي فيه ديال طرطقلو مرصران في كرشو ولكن لسوء الحظ راه تكتشف انه مريض بمرض الكلي وخصو الدياليز والكلاوي نشفو ومحتاج لعمليه مسكين مستعجله كما كتقول الام ديالو ودابا قبل من الكلي قالوا له شي حاجه في الراس الدري ما تي يلعب بحال الاطفال ما تيهضر جوج كلمات اللي كيقول ماما بابا يا كتشي اللي كيقول اختي هادشي اللي كيقول هادشي اللي كيقول ما كيقول حتى شي حاجه من غير هادشي هذا وكي كيعيش كينعس كيكون عنده شي حريق كينعس لا ما كيهضرش واخا كيكون فيه الحرق ما كيقوليش فيا الحرق في البلاصه ولا كيبقى غير كيغوت وصافي ما والنعاس ديالو ما كينعش مزيان لا حول ولا قوه ينعش مزيان ينعس شويه ويكمل بابا ياك النعاس ديالو ماشي هو كينعش مزيان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والحاله الاجتماعيه ديالك انت ما خدامه ما والو ما خدامه ما والو كان ولا خدمت هكا ما عنديش مع من نخلي وليداتي باش نمشي نخدم ولا شي حاجه كنت كنخدم به فاش مرض الوليد بقيت متبعه غير مع الوليد في الطبيب صافي مقاسيه معاه غير مع الوليد كنقاسي غير مع الوليد كنقول لك بعض المره ما كنلقاش حتى 10 دريالات كنجيب بها غير شي حاجه ولا خبزه ما نجيبها له ياكلها ما كنلقاش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وكرامتك ما كتسمحلكش ديري تخرجي تسعاي ولا ديري شي حاجه ما كنمشيش هكا نسعى ولا شي حاجه صافي كنقول انا هي كنمشي نخدم بدراعي ونجيبها لولادي ما عنديش كي ندير نمشي نخدم هكا ونجيبها لولادي الله غالب الله غالب اختي الله غالب ودابا شنو كطالبي من محسن شنو بغيتي؟ كنطالب من محسن اللي شاف الفيديو يعاونني لله في سبيل الله ويحن عليا وراه انتم عارفين كنسكن في سار جنه والله يرحمكم الوالدين الله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين لهاد المحسنين اللي يعاونوا هاد السيده هادي حسبي الله ونعم الوكيل المسكينه راه عندها جوج وليدات كتقاسي ما خداماش عايشه في هاد البيت كما كتشاهدوا هو هاد البيت هذا عايشه فيه جوج المتر على جوج المتر حنا راه ما بغيناش نبينو الطفل احتراما لله ما بغيناش نبينو الطفل اذا مشاهدينا وتتبعينا على الصفحه الرسميه شوف تي في اون ديريكت قصه مؤلمه لهذا الطفل هذا عمره سبع سنوات لا حول ولا قوه الا بالله
احتاج للدياليز مسكين على حسب مرض الكيدي اللي عنده. الام ديالو راه ما فحالهاش وهي مصاريف كثيره والله مسكينه، الا قالت لك الا كتهزو فوق كتفها فوق كتافها وطلع به من سهريج قناوه الى تل السي اش اي جيت النرجس الفوق طريق صفرو كتهزو حيت ما عندهاش فلوس ديال الطاكسي. محسن الله يجازيكم بخير، والناس اللي ديما كنقول لي كتبغي تحج الحج راه في هاد الناس هادو لا حول ولا قوه الا بالله. الله يشافيها اختي، امين الله يرحمها يا ربي امين يا ربي. اذا مشاهدينا ومتابعينا على الصفحه الرسميه شفتي في انديريكس، كانت هذه هي القصه ديال هاد الطفل اللي عمر 7 سنوات لا حول ولا قوه الا بالله. نضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في بث اخر هنا بمدينه فاس. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.